يقول حفظكم الله: أنا أخاف جدا من الرياء، فماذا أفعل؟ لا يصل بك الحد إلى أن تترك العمل الصالح، لأن بعض الناس يترك حتى صلاة الجماعة، يقول أخاف من الرياء، هذا من الشيطان. فالخوف من الرياء إذا حملك على ترك العمل هذا لا يجوز. الخوف من الرياء له حدود، ما يبلغ حد الوسواس، ما يصلي مع الجماعة يقول أخاف من الرياء، ما يصوم يوم الاثنين يوم الخميس يوم الأيام المستحب صومها يقول أخاف من الرياء، هذا من الشيطان. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ولهذا يقول بعض السلف: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يعافيك الله منهما. نعم.